بتوجيه من السيد الوزير السيد مهدي رشيد الحمداني وبإشراف الوكيل الفني ومتابعة السيد مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وبمتابعة مديرية الموارد المائية في كركوك، قمنا برفع التجاوزات من نهر خاصة شاي على محرماتها بكافة أنواعها وأشكالها من مشاتل وجراجات وأسواق وأبنية وقاعات ألعاب وشركة التنظيف الموجودة في مدينة كركوك. فبدأنا برفع التجاوزات من بداية بانزي خانة شاباز وبعدها المشاتل التي بصفها ومن بعدها الشركات تنظيف البلدية الذين كانوا متجاوزين على محرمات نهر خاصة شاي، وبعدها قمنا برفع التجاوزات من جراجات عديدة ومشاتل موجودة على حافة نهر الخاصة وبالأخص الجهة اليمنى من نهر خاصة شاي، وبقيت لدينا الجزء القليل جدا، وتقريبا نحن أكملنا كل التجاوزات 100%، ولدينا يعني أربع من التجاوزات ومحالة إلى المحاكم وفي طور المحاكم، وقمنا مع المحكمة بالكشف الموقعي للتجاوزات، وواعدونا إن شاء الله في هذه الفترة برفعها بأقرب ممكن. رئيس مهندسين أقدم سداد فؤاد فاضل مدير قسم الدراسات والتصاميم في مديرية المواد المائية كركوك.